قال خبير التنمية المحلية عبد الحميد كمال إن هناك إجماعا على ضرورة وجود قانون للإدارة المحلية، وأضاف كمال أنه يجب أن يكون هناك قانون لتنظيم عمل المحافظين. إجماع على أن يصدر قانون للإدارة المحلية وسريع جدا، لكن هناك بعض التحديات. لازم يبقى في قانون لتنظيم عمل المحافظين، باعتبار أن المحافظ بيقوم بمهمة كبيرة جدا في محافظته، فما فيش قانون تشريع لا بيحدد صلاحيات الوظيفة ولا بيحدد زمانها مدتها ولا بيحدد شروطها ولا كيفية التقييم والأداء. عشان كده أنا تقدمت بمشروع قانون لتنظيم عمل المحافظين لغياب هذا القانون.